تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. فلذلك أحب لكم أن تكونوا على سنن السلف رحمهم الله تعالى، وأن تقتدوا بهم في هديهم. أيها الإخوان، لا نعلم من السابق إلى الله بالعلم. لا يحسبن أحدكم أني إذ كنت جالسا هنا أني أسبقكم إلى الله، فربما كان هناك رجل متأدب بأدب العلم مقبل على الله عز وجل في جلوسه هنا، يريد أن يكون قربة لله عز وجل، فيكون بإخلاصه وأدبه وحرصه أسبق منا جميعا عند الله عز وجل. وهل يراد العلم إلا للسبق إلى الله؟ ما يراد العلم يا إخوان للشهادات والجاه والمناصب والرئاسة والتقدم، هذا لا ينفع شيء. كلنا ميتون، كلنا مخلوقون، لا يغني أحد عن أحد، ولكن الشأن أن ننتفع بهذا العلم عند الله. نجلس نحن في يومنا هذا ساعات عديدة، فالفائز منا من كانت هذه الساعات في صحيفة حسناته، والمحروم منا من كانت هذه الساعات في صحيفة سيئاته. ولا يقدر المرء على أن تكون هذه الساعات في صحيفة حسناته حتى يكملها كما يحب الله.